السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود من قناة مود تك، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب، جوجل اصلا هي يوتيوب. هذول الشركات بياخذوا بياناتنا وبتتبعونا عشان يخصصوا الاعلانات اللي بتطلع لك ان كان في يوتيوب او اي مكان. فالاعلانات هاي يوم ما انت يحطوا لك اعلان ما له دخل في الاشي اللي انت بتهتم فيه ما حيحققوا الفائدة الكويسة من الاعلانات تاعتهم، فبيتبعوا بياناتك بيحاولوا يعرفوا ايش انت بتحب وبترغب عشان يطلعوا لك اعلانات مشابهه لايش اللي انت بتحبه، فبيتبعوا اعلاناتك. تتبع الاعلانات ايش السيء فيه، بيعرفوا وين موقعك، ممكن يعرفوا ايش انت بحثت ان كان فيسبوك ولا انستغرام، البرامج كلها تاخذ بياناتك بشكل عام وبتعملها ابلود على منصاتهم وبيبيعوها بيع لشركات الاعلانات وبيستعملوها هم نفسهم عشان يعرفوا يعلنوا فيها. فأنا اليوم راح أفرجيكم كيف توقفوا هالشركات من إنها تتبعكم. بداية خلينا نبدأ بفيسبوك. فيسبوك أول إشي بنفوت على التطبيق، بنروح على ثلاث نقاط، ننزل لتحت Settings and Privacy، على Settings بننزل لتحت شوي في إشي اسمه Off Facebook Activity، فوت عليه More Options Manage Future Activity، Manage Future Activity، Future of Facebook Activity بنعملها Turn Off. ثاني شيء الانستغرام، الانستغرام بنروح على البروفايل، بعدين بنروح على الثلاث نقاط، نروح على Settings، على Ads، Data About Your Activity From Partners. هون بتفصل كل إشي ممكن تلاقيه في وجهك، حاول افصل كل خيار ممكن انه يساعد انستغرام انها تاخذ منك بيانات. التيك توك بنفوت على البروفايل، بعدين على الاعدادات، من هناك بنفوت على البرايفسي، في هون البيرسوناليزيشن ان داتا، بدك تشيل التفعيل عن يوز اوف تيك توك اكتيفيتي فور اد تارجتنج، هاي بتشيلها. بالجوجل بتفوت على اعدادات جهاز الاندرويد، بتروح على جوجل تلاقي ads، الads هون بتشيل OPT out of ads personalization، تطفيها، تعمل set ID، خلص هيك جوجل ببطلوا يتبعوك. فهيك بنكون وقفنا هاي الشركات من انها تتبعنا كويس. لكن في نقطة، هاي الخيارات الشركات هي نفسها اللي بتتبعنا هي اللي حطتها، فممكن يكون في تتبع من غير ما يكون هاي الخيارات مفعلة. فبالأول وبالآخر بالنسبة لي أنا الثقة بالفيسبوك والإنستغرام ما في أبداً، فأنا فيسبوك وإنستغرام عادة بمسحهم بس نزلتهم عشان هذا الفيديو. فنصيحة مني، امسح فيسبوك ماسنجر، وإذا بتقدر تمسح واتساب مع أنه صعب امسحه، وإنستغرام كذلك، بتكون ارتحت. لهم يكون وصلنا نهاية هذا الفيديو. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تحطوا لايك وسبسكرايب، ما تنسوا تفعلوا جرس التنبيهات حتى يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.